يعد مصفى القيارة في محافظة نينوى أحد أهم الركائز الاقتصادية في المحافظة، إذ يزود المصفى قطاعات مختلفة بمنتوجاته المتنوعة والتي تخضع للمواصفات العالمية. دأبت الوزارة على أن تكون لهذه المنطقة شأن في الصناعة النفطية من خلال تطوير حقول النفط ونوعيتها وتحسين نوعية النفط الخام. حقق مصفى القيارة خطة الوزارة المنشودة من خلال إنتاج الإسفلت كافة أنواعه، وكذلك زيت الغاز الثقيل، وكذلك الخليط المتمثل بالنفثة الخفيفة وزيت الغاز الخفيف. حاليا تبلغ طاقة وحدتين في المصفى الوحدة الثالثة والرابعة 7500 برميل باليوم، علما أن طاقة هاي الوحدتين هي 8000 برميل. الوحدات المتعددة في المصفى أخذت بالتطور من خلال العمل المستمر للملاكات الفنية والهندسية، واستطاعت الوصول إلى أرقام متقدمة في الإنتاج، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على البيئة من خلال الأجهزة المتطورة واللجان المشرفة على ذلك. منتجات تخضع لرقابة السيطرة النوعية من في قسمنا، وكذلك أيضا نخضع للمحددات البيئية، حيث يتم إجراء فحوصات دورية لجودة الهواء في المصفى، الغازات المنبعثة من المصفى جميعها تحت السيطرة، جميع العاملين اللي بالمصفى بالوحدات التشغيلية يحملون هذا الجهاز، هذا الجهاز متعدد الغازات يقيس يعني مختلف الغازات بما فيها غاز كبريتيد الهيدروجين، الغاز اللي يشكل الخطر الأكبر. وإذا تلاحظ أنه حاليا قراءة هذا الجهاز هنا يعني يقرأ زيرو، معناه يعني ماكو أي تسرب للغازات. مواطنون ناحية القيارة أكدوا أن لوجود المصفى فوائد كثيرة لمناطقهم من خلال الحملات التي نظمها المصفى خلال الفترات الماضية. المصفى صار له اليوم 70 سنة تقريبا، وبالعكس يعني ازدهاره وزيارة إنتاجه يعني فائدة المنطقة، يعني نتأمل من الوزارة ومن إدارة المصفى زيارة الإنتاج وتطويره أكثر وأكثر. أتمنى أي مشروع يجي للمنطقة، لأن أي مشروع بالمنطقة هو دعم للمنطقة، سواء بترول دينار أو غيره أو غيره، هذه المفروض تبين على الشارع اللي مثل منطقة القيارة. جهود كبيرة تبذل من قبل العاملين في مصفى القيارة، وذلك من أجل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، إضافة إلى الحفاظ على المحددات البيئية الواردة من الجهات المختصة. من داخل مصفى القيارة بمحافظة نينوى، نور فاضل، العراقية الإخبارية.